زينب تقف على قبر الحسين وتقول جيتك بربعينك جايبت لك ماي وجبت راسك وبنتك ما جبتها وياي جيتك بربعينك جايبت لك ماي وجبت راسك وبنتك ما جبتها وياي دفنتها وبالدفن ما قلت شو ما جيت عرفك بالمشاعر كنت كلك جاي ورغم حجارهم فوق القبر صليت وقريت الفاتحة وكان الشتم فوقاي المهم أديت دورك من رحت للشام وكملت الرسالة ورحت راية وراي كنت أخذ أوامر من علي السجاد ويك كل عم يسمع سيدي ومولاي طبيت القصر قالوا اجى العباس حقهم لان شافوا رايته بيمناي زلمهم غاد ما يوجوهم للبيع وجف معلم الماي الوجه شراي ولهذا السبب جابوا الجف حبال وكنت بلاحمه وكان الظعن بحمال حسين وجيتك وليجي من ارض السبي بلا لون وبلا شوف حق من عثر بممشاي 1900 خنجر بعيناي بين الشامة وصوت الطبل والناي يا برقية والله لا يراويك من نبجي وضحك يتنادسون عداي هذا يقول له شوف على العباية تراب ذاك يقول له شوف أطفالهم حفاي هذا يقول له ذاك العرم حباس ذاك يقول له قالوا جربته بلا ماي هذا يقول له كل البضع عطشان ذاك يقول له ماي العد يزيد هواي وانا اسمع وموت بين هذا وذاك الهضيمة المال معنى يسولف بمعناه حسين تقول له مشتاق قتلك بقد وجع هاي منين هاي منين ولا واحد عرفني وقال زينب هاي وانا اسمع واموت بين هذا وذاك الهضيمة المال معنى يسولف بمعناي حسين مشتاق قتلك بقد وجع هاي منين ولا واحد عرفني وقال زينب هاي جيت ابكي على جسمك وانت ظل لا تقوم ما اريدك تشوف الصاير بمكفاي وانا اعتذر منك خوي اعتذر منك من رحت للشام عفتك بالشمس وانا بعباتي فياي جبت راسك وراسك جابني من الشام ومدري عالقبر ملقاك لو ملقاي المهم اعتذر منك ما متت وياك بس لا تقول زينب عايشة بلياي دموعكم عند الزهراء وعند العباس والحسين والحوراء والحسن المجتبى مقطع لي هذه الراية العظيمة باسم كل خدمة أبي الفضل العباس عليه السلام نرفع رايتك يا الحسن باسم حسين وانت بكل وقت رايتك مرفوعة نرفعها بحبل نستحي من العباس رافع رايتك وجفوفه مقطوعة اكو يحضر عزائك قربة لله عطاء بمجلسك مأجور ودموعه واكو يحضر لطم قربة للزهراء ما يلطم صدر يلطم على ضلوعه لا يرفع الراية الجامل البسمار والما مقتنع بالباب مدفوعه اللي يرفع رايتك ما يشتبه بالناس يميز بين طوعه وبين ابن طوعه هاي الراية راية حيدر الكرار
خيطها الوحي وبالعرش مصنوع على بيك يا حسين.